أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية نجاح الدولة في استرداد 2,600,000 متر مربع من أملاك وأراضي الدولة و6,656 فدان، وذلك بعد التعدي عليها من بعض المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية. جاء ذلك خلال تقرير تلقاه شعراوي من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات خلال 48 ساعة الماضية بشأن التعامل مع مخالفات البناء وإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة، وكذلك التصدي لمحاولات بعض المواطنين استغلال ظروف الدولة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار كورونا. وأشاد شعراوي بالجهود التي قامت بها المحافظات حتى الآن لإزالة كافة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والبناء المخالف.